قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المراه المصريه كانت وما زالت دعما وظهيرا لوطنها واشدد الرئيس السيسي خلال احتفاليه المراه المصريه على ان احترام المراه وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي وليس هبه او منحه بل حق اساسي لها ان انحيازي للمراه المصريه هو عن قناعه تامه وايمان حقيقي بان احترام المراه وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبه او منحه بل هو حق اساسي لها وعلينا جميعا ان نتخذه كمنهج حياه فبدونه لن يتحقق اي نجاح منشود